لما بنكريت اليوزر، كنا بنتكلم على لما بنكريت اي يوزر، في الحقيقه احنا كنا اخذنا داتابيز اسمها انفورميشن سكيما. انفورميشن سكيما داتابيز ديت قلنا ان دي بتشيل معلومات عن الداتابيز، تمام؟ عن العمليات اللي بتتم، عن يعني معلومات عن اللي بنسميها ميتا داتابيز او داتابيز، يعني انفورميشن مش داتابيز اصليه انت بتشتغل عليها. وانت لما بتكريت، لما بتيجي انستول البي اتش بي، اسف، انستول ماي سيكوال، اوتوماتيك بتلاقي الداتابيز اسمها انفورميشن سكيما نزلت عندنا كلنا، وبنلاقي البرفورمانس سكيما نزلت عندنا كلنا، وبنلاقي الماي سيكوال نزلت عندنا كلنا، وبنلاقي الداتابيز اسمها تيست، صح ولا ايه؟ دول كلهم بيبقوا دايما نزلوا معانا اوتوماتيك. ففي داتابيز اسمها ماي اس كيو، خلاص، ودي اللي فيها الحاجات الخاصه بالماي سيكوال ذات نفسها. يعني ايه؟ يعني الحاجات الخاصه بان الماي اس كيو ال بتستخدمها اوتوماتيك، وبالذات زي اليوزرز ان هم بيخشوا من بدري. يعني فانا قلت مثلا انت بفتح الماي سيكوال، لقيت بقى الاقي فيها تيبلز تخص الكولومز، بريفليجز تخص الستيتس، الداتابيزز، الايفنتس، الفانكشنز، الاندكسنج، الهيلبنج، البلاجنز اللي بتنزل على السيرفرز، التايم زونز اللي بيستخدمها السيرفرز، مش عارف ايه. ففيها شويه معلومات عامه عن الايه؟ عن الداتابيز. من ضمن التيبلز الاساسيه اللي موجوده في ماي سيكوال تيبل اسمه يوزر، تمام؟ تيبل اسمه ايه؟ يوزر، مش عارف موجود فين، مش شايفه. المهم ان هو موجود ان شاء الله يعني. فلو انا رجعت للهوم، طبعا انا بس بوريك بديك فكره عن الداتابيز بتاعتي. لو انا رجعت تاني الداتابيز بتاعتي، انا طبعا مش محدد داتابيز، انا دلوقتي على السيرفرز نفسه، مش سيلكتد لداتابيز معين. وجيت قمت قايل انا عايز اقول له سيلكت، تمام، كولوم اسمه اليوزر كوما، وكولوم اسمه الهوست، تمام. عندنا اليوزر فلان والهوست اللي هو لوكال هوست او غيره، تمام. طيب from table اسمه من database اسمها MySQL، خلاص دي اسم database، dot table اسمه user، where مش عايز كل الناس، انا عايز بس اشوف ان لما يكون اليوزر like احمد، تمام كده؟ يكون احمد يعني. واخدت الستيتمنت دي وقلت اروح بيها على السيكوال واقول له وريني اليوزر والهوست من التيبل اللي اسمه يوزر، قلت له جو. لما عملت كده قال لي بص احمد نزل عندك مرتين في التيبل بتاع اليوزر، نزل مره عشان الهوست امبرسنت طلبت برسنتج اللي هو كله، ونزل مره تاني عشان لوكال هوست، صح كده؟ انا كنت مديله ايه؟ تمام بالظبط، كنت مديله المرتين دول، فهو نزل بالنسبه لي نزل على شكلين علشان انا اللي مديله ده، تمام؟ خلاص كده؟ طبعا انا ممكن اديت الستيتمنت واقول له، عشان محمد ايمن عامل مشكله عشان يخش، قلت له استرسك، تمام، او هاي الكولومز اهي، الكولومز اهي بتاعت التيبل بتاع اليوزر، الهوست واليوزر والباسورد والسيلكت بريفليجز والانسيرت بريفليجز، يعني حق الانسيرت وحق الابديت وحق السيلكت وحق الديليت وحق الكريت وحق الدروب وحق الريلود وحق الشت داون وحق البروسيس وحق الفايل، كل دي ايه؟ بيرميشنز ممكن ندينا له او بريفليجز احنا ممكن ندينا له. فلما قلت له سيلكت استرسك لما يكون احمد، قال لي احمد. وتعالى بقى نراجع كده مع بعض، احمد ليه ايه ومالوش ايه لما يكون داخل بنفس اليوزر، لما يكون داخل بيوزر مختلف. فين السكرول؟ سكرول تمام اهو، تمام. تلاحظوا ايه؟ سيلكت بريفليجز وكرييت، ومديني بقى دخل معايا في كل ايه؟ في كل صلاحيه، بيديني اه ولا او لا او اه وزيرو وان ومش عارف ايه وكلام زي ده الى اخره. طيب لو انا قلت له طب انا عايز ارجع تاني، معلش هعمل حاجات اضافيه، بس قبل ما اعمل الحاجات الاضافيه دي في الستمنتس اللي احنا شفناها، نو، تمام، هغيرها لكم دلوقتي. بس انا لو عايز اعمل دروب
يوزر، تمام؟ يبقى خد بالك لما تيجي تعمل دروب، انا عارف ان انا اوريكم الجدول ده ليه وببصصكم عليه كده بصه سريعه. هقول لك ليه؟ لان اما تيجي تعمل دروب تبقى فاهم ان احمد مش نازل في الجدول بتاع اليوزر مره، مش نازل بتاع في جدول اليوزر ايه مره، هو نازل بالفعل اكتر من مره. عشان اعمل له دروب يوزر لازم اقول له مثلا دروب يوزر اللي اسمه احمد، تمام، ات، وقلت له لوكال هوست، خدت لي بالك؟ دي واحده، واجي الثانيه اكمل منها ده واقول له دروب اليوزر اسمه احمد، خلاص بتاعت مين؟ علامه ال 100%. طبعا ممكن اقول له امسح حقوق احمد بال 100%، خليه بس على اللوكال هوست، ماشي، يعني ممكن استخدم دي بس. لا تمام، بحدد الايه البريفجز بتاعته، فقلت له دروب يوزر، قلت له يلا روح. ممكن في بعض الفيرجنز تشتغل ما اعرفش، بس هي المفروض ما تشتغلش. دروب يوزر احمد ات 100%، خلاص كده بقى. لو رجعت للامر اللي كنا قايلينه، شو الجرانتس فور احمد، صح فاكرينها؟ قلت له شو جرانتس فور احمد وقلنا له جو، اللي حصل؟ قال لي اصلا مفيش احمد ومفيش ليه صلاحيات. قلت له لا ازاي؟ ما انت خد بالك، انت داخل دلوقتي من نفس الماشين، صح؟ بقيت تقول له وريني الجرانتس اللي واخدها احمد اللي على نفس الماشين. خدتوا لي بالكم؟ فلما عملت كده قلت له جو، بدا يفهم ازاي بقى شال لسه الاثنين لوكال هوست، بس كان المفروض يبقى برضه اليوزج شالت مع اللوكال هوست، معرفش عملت ايه. طيب المفترض ان انا لما عملت كده كان المفروض ان هو يتشال الاثنين، بس هو ما شالش اليوزج، هنبقى نشوفها ليه. لكن انا ممكن ارجع اكمل ال، احنا عملنا دروب دي صح؟ تعال ندروب اليوزر ده بنفس الشكل كده بتاع اللوكال هوست كمان. فقال لي طيب انا عملت دروب، قلت له طيب ارجع بقى كده وريني تاني شو جرانتس احمد، لو جبت هتبقى مشكله لو ما عملتش دروب بشكل سليم، تمام كده. قال لي ولا احمد على اللوكال هوست متشاف. طبعا انت عندك وانت داخل على اللوك على السيرفر نفسه، طبعا كبي اتش بي ماي ادمن انت ممكن تخش على اليوزرز اكونتس وهتلاقي الكلام ده موجود اهو، هتلاقي ان اي يوزر نيم اني على من جاي من اي حته ملوش باسورد، واخد اليوزج وجرانت نو ويز جرانت اوبشنز، يعني دي هنتكلم عليها بعدين، وايه البريفليجز لو عايز اغير الصلاحيات بتاعته، اميره واخده برده كله، واخده يعني برسنتج يوزج، كذلك اسيا، باما، رود بقى واخد كذا حاجه، تمام. واحمد ملوش ايه؟ احمد ملوش وجود، احمد ملوش ايه؟ ملوش وجود. روت الوحيد اللي واخد حاجه اسمها جرانت، واخدين بالكم؟ جرانت دي معناها ايه؟ انه بيقدر يدي الصلاحيات لغيره. يعني لو ده عملنا كونكت باميره دلوقتي مثلا ما تقدرش تدي صلاحيه لغيرها، فاهمني؟ لكن روت هو اللي بيقدر يدي الصلاحيات ايه؟ صلاحيات لغيره تاني من الناس، بحيث ان هو يقدر يعني يكريت يوزرز ويدي له ان هو يقدر يكونكت، يقدر يعمل حاجه الى اخره. طيب انا عاوز اعمل ايه؟ اكريت يوزرز، تمام؟ بس بدي له صلاحيات معينه، يعني ريستريكتنج الاكسس بتاعت اليوزر شويه، اقدر اقول له خد كذا ما تاخدش كذا، اخش في تفاصيل شويه اكتر، يعني ازاي ريستريكتنج اليوزرز لوجن. هاخد الجمله بتاعت ان احنا كرييت يوزر اللي احنا كنا عملناها، هقول له مثلا احنا خلاص عملنا دروب لاحمد صح؟ هقول له كرييت يوزر عشان احمد ما يزعلش، قلت له احمد انت زعيق والله، حسيت بيك، حسيت بيك ان انت اتضايقت كده، انا قلت في الاخر بعدها كله عم مطيرني من الديتويت، انا بعمل لك بلوك على الفيسبوك يا احمد، انا بعمل لك ماشي. كريت يوزر اسمه احمد، انا عملت يوزر اسمه احمد جديد، وقلت له اد، وقلت له ماشي على لوكال هوست مفيش مشكله عندي، او احط مكان كلمه لوكال هوست الاي بي اللي انا عايزه، تمام.
واقوم مزود حاجه اسمها ايدنتيفايد ايدنتيفايد باي. ايدنتيفايد باي معناها هعرفه بيه او الباسورد بتاعه كذا، تمام؟ يعني بكتب ايدنتيفايد باي واكتب الباسورد بتاعه، فاقول له مثلا ايه الباسورد بتاعه هو اهو احمد باسورد، ماشي؟ ده كده انا عملت له ايه، اديته الباسورد بتاعته، تمام؟ اديته الباسورد بتاع احمد على اللوكال هوست، تمام؟ حلو كده احنا بناخد بقى نكريته بباسورد. فلو دخلت على اس كيو ال ونفذت الامر وقلت له جو، خلاص احمد مش هيكونكت غير باحمد اندرسكور باسورد دي، ماشي كده؟ طب عايز اديله صلاحيات، اقوم جاي مديله جرانت مثلا يوزج، نعم ماشي. انا كده بديله الصلاحيه، تمام؟ اون، خلاص انا هديله اون اللي هي استرسك دوت استرسك اللي هو كان اصلا بيبقى واخدها، صح؟ اللي هي الاستر دوت استرسك تو، تمام؟ تو مين؟ قلت له هو اسمه احمد، تمام؟ ات، وبعد ات هقول له ايه؟ مثلا ممكن اديله اي بي، او ممكن اقول له مثلا احمد ات اي حاجه، يعني لو انا مش قاعد اسم دوت كوم مثلا، تمام؟ دومين، او اقول له لا انا هدي له على المكنه 127.133.133.7، فاهمني؟ دي مثلا المكنه بتاعته في البيت، او المكنه بتاعته في الشركه، او كده. وصلت الفكره دي؟ ده الاسلوب، مفيش مشكله. فانا اقول له مثلا هدي له ماشين دي، من على الماشين دي، وليكن دي ماشين يعني عندنا اي حاجه، طب احنا مفيش مشكله من تيست ايه اللي هيحصل يعني، هو مش هيطلع ايده ويضربنا يعني، تمام؟ طيب وبعدين بقول له ايدنتيفاي باي وادي له الباسورد، ينفع؟ اه مفيش مشكله خالص، تمام؟ فانا كده بدي له الباسورد، ممكن اتشينج الباسورد، ممكن هنشوف كده واحده كده اهو. انا عملت له ايه؟ اديته جرانت اليوزج وديتا كله بس من بره، يعني على الجهاز اللي هو 127.133 ده هيقدر يكونكت عليا على الداتابيس بتاعتي، وهدي له ان هو يقدر يخش منها ويشوف كل حاجه. لو طبعا اليوزج اللي كان واخدها، كان واخدها لازم من على نفس الايه، من اي حته، برده كان واخدها من اي حته، لكن انا زودت هنا بايديا ان هو من الماشين الفلانيه مش من اي حته، يعني من ماشين معينه مش من اي ايه، مش من اي حته، من ماشين محدده يعني. فقلت له جو، خلاص قال لي تمام، والجمله ما فيش فيها مشكله، ونفذ الايه الامر. قلت له طيب لو انا رجعت وقلت له انا عايز اشوف الجرانتس بتاعت احمد مثلا، جرانتس بتاعت ايه؟ بتاعت احمد، تمام؟ على اللوكال هوست، قلت له جو، قال لي ادي طبعا، قال لي يوزج جرانتس كله اللي هي جت اصلا مع كرييت ايدنتيفايد باي باسورد، وتلاحظوا طبعا الباسورد اللي طلع طبعا هو باسورد ايه؟ هاشد، تمام؟ باسورد انكريبتد، متشفر يعني، مش ما تعرفش تستخدمه يعني، تمام؟ ما تعرفش تشتغل عليه. وعلى فكره هو بيبقى وان واي انكريبشن، يعني ما بيتفكش، فما بيتفكش دي يعني انسى يعني. المهم يعني العمليه صعبه حبتين يعني. المهم ان كده انا قدرت اشوف الصلاحيات بتاعته.